السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس التعبير والإنشاء. المحاكاة، محاكاة مواقف اجتماعية لحل مشكلات سكانية. أنشطة الإنتاج، كتابة موضوع حول حوادث السير بالمغرب، صفحة 162 من كتاب المرجع في اللغة العربية، ثانية إعدادي. نقرأ نص الموضوع. في نقاش حول موضوع حوادث السير بالمغرب، اختلف ثلاثة أشخاص حول السبب في كثرتها وتزايدها. أهو الإنسان؟ أم السيارة؟ أم الطريق؟ اكتب موضوعاً تعرض فيه رأي كل منهم لتخلص في النهاية إلى أن تلك الأسباب مجتمعة هي العامل الأساسي المفضي إلى تزايد حوادث السير في المغرب. المطلوب هو كتابة موضوع حول حوادث السير بالمغرب، موضوع على شكل حوار بين ثلاثة أشخاص، يبين كل واحد منهم سبب في كثرة وتزايد حوادث السير. أهو الإنسان؟ أم السيارة؟ أم الطريق؟ وكمثال نقرأ التعبير الكتابي التالي. اجتمع ثلاثة أشخاص، عمر، سعد، وفؤاد، في إحدى المقاهي الشعبية المغربية، يتناقشون بينهم حول أسباب كثرة وتزايد حوادث السير بالمغرب. بدأ فؤاد الحوار قائلا: ألم تلاحظوا أن حوادث السير انتشرت ببلادنا انتشارا عميقا؟ رد عليه عمر: نعم، لاحظت ذلك عند تصفحي للأنترنت في الصباح، ووجدت أنه قد سجل ما يعادل 10 حوادث سير فقط في الساعات الأخيرة. حقا إن الأمر مثير للجدل. سعد: نعم، أوافقكم القول، فعند خروجي اليوم من المنزل ركبت في سيارتي لأتوجه نحو مقر عملي، ووجدت بعض الحواجز على الطريق. نزلت من السيارة من أجل رؤية سبب ذلك، لأكتشف أنه بسبب اصطدام شاحنة بأحد راكبي الدراجات النارية. فؤاد: أظن أن الإنسان اللاواعي بقوانين السير السبب الرئيسي في ذلك، ربما لأنهم يكثرون من شرب الخمر أو إنهم يحملون الهاتف أثناء سياقتهم. رد عليه عمر: لا أعتقد ذلك، أرى أن المشكلة هي عدم سلامة مكونات السيارة وعدم جودة محركها الذي يعتبر لب السيارة، أو ربما بسبب تخبل الفرامل. قال سعد: في وجهة نظري أعتقد أن وضعي الطرقات التي تسلكها السيارة إن كانت محفرة أو منزلقة هي التي تؤدي بهذه السيارة إلى عدم أداء واجبها على أكمل وجه. وفي الأخير اتفق الثلاثة على أن هذه الأسباب مجتمعة هي العامل الأساسي المفضي إلى تزايد حوادث السير في المغرب.